وقعت قلبي يا جدع، انا قلت الفلوس راحت. فلوس كده يا صلاح؟ يعني خايف على الفلوس ومش خايف على اخوك؟ مش القصد يا صاحبي، بس انت عارف الظروف. صح كده، بس بقول لك ايه، شفت الواد عامل زي الحيوان؟ مش قوي كده. مش قوي كده. شو يا عم، شو انت مجنون ولا جنات؟ مش في حدا بيقدر على ابو خرست؟ يا بريك ابو السيد، ربنا يعني سعيد بسعيده، انا هروح اشوف المصلحه. ماشي، بس بقول لك ايه، في الهادي ومش عايزين مشاكل يا صلاح. عيب عليك يا سيد، سلام. مش معاك؟ عيب عليك انت كمان، ما تقول له حاجه يا سيد. ما تقلقش، البلد دي كلها انت عاطفه عندنا. طير يلا، خلي بالك، ربنا يستر. شايلك للتقيله. رقبتي يا ابو خرست. مالي وانا مالي وانا مالي من الاحزان انا مالي. يا بنتي يا نصرة يا رايقة، والنبي ده الأكل هيطلع عسل. تلاقي البت ميسة ما حطتش فركة النعناع، والخلطة هتطلع صايصة. لا والنبي ظلمتك يا ميسة، حطت الخلطة. صباح الخير يا نصرة. صباح الفل يا روح نصرة. الله، انت عاملة محشي النهاردة؟ لا ده بتاع بكرة يا خول، لكن عاملة لك النهاردة طبق فتة هتاكل صوابعك ورا يا واد. يا واد ما تاكلش الزفت، امشي امشي، روح اقعد في اوضتك. يلا لما اخلص اكل حندهلة. وقدر روحي لي يا اختي بالقوانطه واجيبه لنفسي، وانا ناقصني حاجه. سيد اخويا ربنا كرمه، بيبعت لي كل شويه قرشين. ربنا يسعدك يا سيد يا رب. ما نفسكيش في راجل عايزه تعيشي كده بعلودك؟ وهو الراجل يا اختي هيعمل لي ايه؟ يا بنتي يا خايبه، مين اللي قال الست ما تعيش من غير راجل؟ الست ما تعيش من غير ونسه، وطول ما البيت مفتوح وعيال جدله بيرعوا فيه، الونسة ممدودة. تبقى مصيبة لو أخوك بيفكر زيك كده. جرايه يا بنتي قللة الأصل، أنتي مفكرة إن سيد مش ليكي ولا إيه؟ والنعمة لو لغيري لاستريح، إنما هو عارف إن أنا قاعدة وصبرة، وهو عمال يدوس عليا بالقوي. ماشي يا سيد. أنا نازلة يا نصر، عايزة حاجة. خدي يا بنتي تعالي هنا. أي بنت اللي أنتي عاملة في نفسك ده؟ المحزق والملزق والملول. وايه اللي انت مركبه في عينيكي دي؟ رموش دي يا اختي ولا تنن؟ جرى ايه يا نصره؟ في ايه؟ في ايه اللي في ايه؟ هتنزلي ازاي الحاره كده؟ استري نفسك. هلبس ده؟ هلبسه. وبعدين انت مش معادك الساعه 4؟ ما انا عادي، انا رحاب الاول بعدين اروح الجامعه. طب يا اختي قولي لها ما تعوقش، تخلص اللي في ايدها وتيجي على طول. ولمي لي مهرجان المزبلين اللي انت عاملاه في شعرك ده، ابي فكيه في الجامعه يا اختي. ماشي حاضر. اختي هي فرقت هنا من الجامعه؟ اه يا اختي فرقت، الناس تاكل وشنا. طب بقول لك يا نصر، ما تغني كده؟ ما تبس بقى. الله. فرنش ولا الوان المره دي يا مدام؟ لا الوان بقى يا رحال، عملنا فرنش كتير قوي الفتره اللي فاتت عشان خاطر التصوير. بس كان حته دور، انا بصراحه ما صدقتش ان حضرتك عملتي دور سعديه وبتتكلمي زيهم بالظبط. دور جامد جامد يعني، جايزه باذن الله. ثانك يو يا رحال. ويا ترى بقى اتفرجتي على الحلقات كلها؟ اه طبعا، وبعيده دلوقتي كمان على اليوتيوب. ياه، انتي مهتميه قوي بقى. اصل انا خريجه اعلام قسم اذاعه وتلفزيون، وبعشق الاعمال الدراميه، وطبعا مدام بيري سيف يعني مش هتطلع في اي اعمال وخلاص. خريجه اعلام وبتشتغلي هنا؟ اه هنا كويس يا مدام، هنا كويس. ومن ناحيه يعني انا لسه ما لقيتش فرصه بشهادتي، ومن ناحيه تانيه أنا بعشق الكارير ده، يعني بلاقي متعة في شغلي مع الزباين الأمارات اللي زي حضرتك. حبيبتي بس نجمتنا القمر عندنا، معقول؟ أخبارك إيه؟ تمام يا روحي، أنتِ إيه الأخبار؟ تمام، أنتِ كويسة؟ الحمد لله. أوكي، خلصي مع رحاب بقى وتعالي نشرب قهوة في مكتبي، أوكي؟ أكيد هعمل كده. أوكي. بعد إذن حضرتك ثانية واحدة. أوكي. في إيه؟ إيه اللي حصل؟ في حاجة حصلت؟ أختك كويسة؟ احمد جراله حاجه؟ مالك يا رحاب، في ايه؟ ما انا لسه سايباكي في البيت ونازله، جايه ليه؟ جايه زي اي زبونه عادي. ايه ما شبهش؟ بطلي هزارك ده بقى وتفضلي امشي من هنا، ما تجيبيليش الكلام. ماشي،
مش هجيب لك الكلام، بس هاتي علبه الميك اب اللي طلبتها منك. يا بنتي الحاجات دي غاليه قوي، ما ينفعش. غاليه عليكي انتي مش عليا انا، وانا كده كده هديكي تمنها اصلا. خدي بس دي اخر مره اشوفك هنا، فاهمه ولا لا؟ والا ورحمه ابويا لاقول لاختك نصر. هاجي تاني ومش هتقولي لنصر. ماشي، باي باي. اوكي هستناكي بقى. ها اكيد هجيلي. اوكي تشربي ايه حضرتك؟ لا ولا حاجه، بس بالراحه عليا شويه. رحام حاضر.